نحب التسجح ونعلم دوري نفهم صح ونهنكن ايه. عايزك ريلاكس خالص، كل اللي مطلوب منك انك تبصي على الحرامي وتشاوري عليه، جاست تشاوري عليه، اوكي؟ هديتي يا مدام؟ اتفضلي بقى شاوري. ده ابوس ايدك، شوفي ميني حرامي شاولي عليه. ارجع مكانك يا هل. حرامي شاولي ارجع. ما يا باشا اتفضلي بقى شاوري. ده يا ستي ابوس ايدك ركزي. حرامي شاولي انت هتروشينا ولا ايه؟ ارجع. ما يا باشا انا اسف، انا عايزك تهدي وتركزي وتشاوري، سهلة خالص. ده و انت هتروشينا ولا ايه؟ ركزي. حرامي شاولي ركزي. هي كيميا. انا اسف، انا عايزك تهدي وتركزي وتشاوري، سهلة خالص. حرامي ارجع. ما يا باشا ايه ده؟ مين دول؟ الزهر شوارزنجر واخواته. عارفين لما كنتش جيتو؟ بقولك ايه؟ ايوه. هو الاسد ده حقيقي؟ ايوه حقيقي طبعا. بجد يعني؟ طبعا. وصوته حلو؟ صوته كويس. طب ما تقول له يسمعنا. الاسد فاك! الاسد فاك! الاسد فاك! اضربني بالقلم. الحق ولا بس ابني عشان احنا متوترين بس لو سمحت. اضربني بالقلم بقى اهو. اضرب بقول لك. ايه الجدع ده؟ مش عارف. اضربني بالقلم بقى. الله. طب ممكن صعب يضربك؟ اي حد خلصوني. طيب اضرب بقول لك اهو. فات الميعاد فات الميعاد. شكرا. سيب تليفونك وعنوانك. تي في الدي يا ندم يا ندم. شكرا خلاص. فات الميعاد فات تي في الدي شكرا. سيب تليفونك وعنوانك. طب حضرتك ليه اكماله هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في إيه؟ حق بابا بوي. إيه؟ أنا وسهلا. بابي أهلا بمي يا حبيبتي. وحشت مي يا عيون مي يا قلب مي. أحا كرنج. بعد التحية صلي وبعد السلام أنا جاي أغني صلي وأخلص.
معقول لا مش معقول معقول لا مش معقول يعني قطع في الحب الحقيقي شوي ايه يعني اعمل اي حاجة اوعدني لا نبكي ونتكلم ولا نعرف حيرة ولا فراق هو لما جيت اعمل مشخصاتي في بنت وانا بعمل شخصية محمد طول الوقت عمال اعمل كده فانا مش عارف انا ليه بعمل كده وهو يعني خد باله ان هو بيعمل يقول لك مرة قنبلة وقعت على قهوة عملت ما تحبش عليك وانت نايم بس اعمل ايه الراجل بره علي بقول لك ايه ما تعملهمش عليا يا ابني ما حدش فاهمك في الدنيا دي قدي يا علي انت بتحبها تقدر تقول لي انت ناقصك ايه هامبرجر نفسك عدي علي عدي خلي حضرتك والله ما تخرج انيس تنور ميرسي يا فندم الف